السلام عليكم ورحمه الله تعالي وبركاته معاكم أم مياو لتفسير الأحلام بشكر جدا جدا كل الناس اللي بتشترك معايا في القناه وبشكر جدا جدا كل الناس اللي هتشترك معايا في القناه احبتي في الله ياريت تشتركوا معايا اكتر وتتواصلوا معايا اكتر عشان بإذن الله تعالي يوصلكم كل جديد بأمر الله تعالي النهارده هنتكلم عن رؤيه الرياح للمرأه المتزوجه في المنام علامه تدل ده اللي هنعرفه النهارده بس بعد ما نصلي على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا رسول الله بالنسبه لرؤيه الرياح للمراه المتزوجه لو شافت في منامها ان هي امامها رياح والرياح ديت هادئه دي بتدل على ايه ده بيدل بامر الله تعالى رؤيه الرياح بتدل على المنصب بتدل على القوه بتدل على صلاح الحال دي بالنسبه لرؤيه الرياح الهادئه يعني ممكن يكون في الفترة القادمة استقرار في الحياة الأسرية كمان بيدل على المكاسب المادية كمان بيدل على ان هي ممكن تمتلك منصب كبير في عملها لو هي بتعمل لو هي مش بتعمل ده دليل على ان مستوى المعيشة عندها هيرتفع بامر الله تعالى وان كمان الحياة هيكون فيها حالة استقرار اسري ده بالنسبة للرياح اللي هي هادئة طب بالنسبه لرؤيتها للرياح الشديده يعني لو شافت في منامها هواء والهواء دوت او الرياح دي رياح شديده ده بيدل على ايه ده بيدل على هنا على ان عندها حاله من التوتر والخوف من شيء ما هي. يعني ممكن يكون مثلا في مشكله وان خايفه ان المشكله دي تكبر او ان هي يكون فيها عدم استقرار اسري بينها وبين زوجها خايفه من حدوث شيء ما ممكن يحصل عندها كمان ممكن يكون مخاوف مرضيه آه والله اعلى واعلم ده بالنسبه لرؤيه الرياح الشديده طب لو شافت ان في رياح شديده ومعها اعصار يعني شايفه ان في هواء شديد جدا وفي اعصار في الهواء ده ده دليل على ايه ده دليل على آه هنا بيدل على ان وجود في مشقه وتعب. وعندها كمان مشاكل ممكن تحصل والمشاكل ديت اللي هتمر بيها في الفتره القادمه ليها هيكون عندها خوف كبير جدا من هذه المشاكل وإن الأوضاع عندها هتبقي غير مستقره عندها متاعب هتبقي في صعوبات كبيره جدا هتقابلها في حياتها وعليها لما تمر بهذه المرحله عليها إن هي تتحلي بالثبات وبالقوة وتحاول على قد ما تقدر ان هي تحل هذه المشكلة بالثبات وبالتفكير الجيد في حل هذه المشكلة وكمان عليها ان هي لازم تاخد بالها من الرؤية ديت لان ممكن تمر بمشاكل المشاكل الزوجية ممكن يكون في مشاكل للأولاد يعني عليها ان هي لما تشوف الرؤية دي بردك تتوخى الحذر من هذه الرؤية وكمان عليها ان هي يكون عندها ثبات وتتحلى بالحكمة والموعظة في الفترة ديت ان هي تقدر تحل تحل, تحل, تحل هذه المشكلة بامر الله تعالى طب لو شافت في المنام بقى رؤية الرياح مع الاتربة الاتربة او الغبار ده بيدل على ايه هنا بيدل على ان هيكون في الفترة القادمة ليها في خسارة مادية يعني هتتعرض لمشكله والمشكله دي هتكون المشكله دي هتخليها ان هي تدفع مبلغ كبير او كان عندها خساره ماديه او ان هي بردك هتتعرض الى مشكله والمشكله دي هتكون شديده طيب لو شافت في منامها رؤيه العواصف الشديده وشافت بقى مش رياح ده شايفه ان قدامها عواصف عواصف شديده جدا ده بيدل على ايه ده بيدل على ان هي هتتعرض للمشاكل وهتتعرض لازمات وصعوبات هتواجهها في الفتره القادمه ليها يعني بردك رؤيه العواصف والغبار او الاتربه شافت رياح فيها اتربه شافت رياح فيها غبار او اتربه شافت عواصف فيها اتربه او غبار عليها ان هي تاخد بالها لأن ممكن يكون معاها مشكلة والمشكلة دي مش لازم تكون مشكلة زوجية ممكن تكون مشكلة ما بينها وما بين العائلة بتاعتها مشكلة ما بينها وما بين جيرانها مشكلة في العمل يعني هي لما تشوف الرؤية دي الرؤية ديت لكل واحد مثلا في حاصلة عنده مشكلة هتبقى هي دي الرؤية تفسيرها تفسير الرؤية ديت اللي هي رؤية الرياح بالغبار أو الأتربة. وان ال... هيعاني من المشكله ديت وهيعاني منها نفسيا هي يعني هي بذات نفسها هي اللي هتعاني منها مش حد اخر مثلا هيكون الزوج او الاولاد لا المعاناه النفسيه هتكون هي اللي بتعاني من هذه المشكله وهتتالم كتير جدا بسبب هذه المشكله والله اعلى واعلم طيب لو شافت في منامها ان حصلت العاصفه ديت وبعد ما شافت الرؤية ديت شافت في نفس الحلم مثلا أو شافت في حلم آخر إن حصل عاصفة وبعد كده حصل هدوء آه للهواء أو للعاصفة ديت وإن الجو هدي مثلا وشافت في منامها وإحنا قلنا إن الأحلام ملهاش قاعدة إن الأحلام هنا ممكن أحلم بأي حاجة في نفس الوقت في نفس الحلم آه ده دليل على إيه؟ لو هي شافت الهدوء دوت في العاصفه او في الرياح او شافت في اي حلم ان هي بعد الرياح او بعد العاصفه ديت ان حصل هدوء ده دليل على ان هي سوف تتغلب على هذه المشاكل وان هي هتكون عندها قوه وثبات لحل هذه المشكله بامر الله تعالى يعني رؤيه الرياح الشديده او العواصف ده دليل على المشاكل. ده دليل على الأزمات المادية. ده دليل على الصعوبات اللي ممكن تشوفها ليها في الفترة القادمة. هدوء الرياح ده دليل على إنها هتخطي الأزمات دي هتخطي الخسارة المادية إن ممكن ربنا يرزقها كمان برزق أو مال، ممكن تتخطى المشاكل تتخلص منها، وهيكون عندها كمان استقرار في الحياة الأسرية. والله أعلى وأعلم. بشكركم جدا على حسن استماعكم ليا وياريت تدعموني بلايك وشير للفيديو واي حد عنده استفسار عن اي حلم يبعتولي في التعليقات وانا ان شاء الله باذن الله هرد عليه بشكركم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته